هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معروف انه القضية الصحراء هي قضية مطروحة بشدة بين الجزائر والمغرب، وفي المدة الأخيرة بالرغم من التصعيد المسجل من طرف العصابة الجزائرية حاكمة في الجزائر، بالرغم من التصعيد يبقى أنه العصابة الحاكمة تحب تتملص من مسؤولياتها وتدعي أنها لا علاقة لها مع البوليزاريو، يعني في نزاعها مع المغرب ما عندهاش علاقة مع البوليزاريو ولا مع قضية الصحراء كالخاطينة حنايا. بين يلعبوا هذه الورقة انه احنا خاطينا، الوغ معروف باللي كل يعني الاسباب تاع التوتر ما بين الجزائر والمغرب هي هذه حكاية تاع الصحراء. ولما نشوفوا العصابة الحاكمة في الجزائر لو كانت صح المشكل ما هو ما يتعلقش بقضية الصحراء. انت يا عندك الحديد في غار جبيلات، عندك شركة مشتركة بين الجزائر والمغرب، وتأسست هذه الشركة هذه في وقت كانت الجزائر دولة، ماشي في وقت اللي كانت الجزائر عصابة. الجزائر دولة وتأسست شركة والناس يداروها ناس مخاخ وداروا حسابهم، يقول لك انه حديد غار جبيلات يخرج عن المغرب، يخرج عن المحيط، لانه لو تخرجوا على مستغان من على وهران 2000 كيلومتر تقطعها، العصابة رايح سير قالوا راح نديروا خط حديدي ما بين تندف وبشار 950 كيلومتر ومع زيد 1000 كيلومتر بشار وهران 2000 كيلومتر، شحال راح يستقامك الحديد هذا؟ شحال؟ هذا يدل على انك لو ماشي المشكل تاع الصحراء هاك قال اوكي خويا نكمل نتعامل مع المغرب، ما نغلقش الاجواء، ما نغلقش الحدود البريه، ما نديرش هذا السبان من صحافه بودورو يوميا. وقضيه الصحراء كما كان قالها بوتفليقه قالها هي تبقى مع لونيو، تبقى في لونيو اللي قراته لونيو هذاك. جاو هادو غلقوا الحدود الجوية البرية البحرية، غلقوا كلش ويحرشوا اللي في صحافة بودور ويخلقوا في النميمة ويخلقوا في الفتنة ويخلقوا في كذا. ما يقول لك خاطي ماشي قضية الصحراء، واش المشكل؟ كما قالوا كي جا بلينكين قالوا واش المشكل؟ قالوا ضربونا في 63، وعلاش الرياس اللي جازوا قبل تبون ما قالوش ضربنا في 63 غير تبون مديه النيف؟ إضباعا بغالون ديك النيف تاع الجزائر، تراك عليك تتزاير، تراك راك خبيث. الجزائريين يندموا على الاستعمار، الجزائريين نادمين على الاستعمار، اي نعم هذا الحقنا لهذه دم مليون ونصف مليون شهيد جزائري ندموا عليه، قالوا علاش يموتوا؟ هذه كلها خيانه من ولد حرام من تعتبون وشنقريها، هذا الحرام تاع الصحراء. اليوم كاين معهد دولي يعني معروف، هذا معهد ستراتفور ينشر دراسات استراتيجية معترف بها، وهذه الخطرة نشر في موضوع الصحراء، ويقول أنه المغرب يقطع أشواط كبيرة في هذا الملف هذا،
ووجد تأييد كبير من طرف الدول في كل القارات، بينما الموقف الجزائري راه في تقهقر إلى درجة أنه النظام الجزائري أصبح يتبرأ من البوليساريو من قضية الصحراء ويقول ما عنديش علاقة بالموضوع. هذا طبعا معروف اللي يعني هذا يدل على ضعف الدبلوماسية الجزائرية، يعني ما تقدرش تقول عندك دبلوماسية وانت يا صعروك وانت يا سوفاج فويو عريان، ماذا تقول عندك دبلوماسية؟ من المستحيلات السبعة، وانا شفنا 4 سنين ما يطبلوا الدبلوماسية الجزائرية استعادت مكانتها، الدبلوماسية الجزائرية جلست جنبا شفنا حتى بليسة في اللاكاف ما صحتش، حتى بليسة في اللاكاف في سباق في منافسة مع ليبيا، ليبيا غلبك، ما كان لا بريكس لا قمة عربية لا قمة عربية إسلامية، والو 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 والو. وزادوا الكل كما راح نشوفوها في الموضوع القادم، روسيا خبطت الراس، روسيا زادت ضربتكم للراس يا العصابة، حشموا على أرواحكم وروحوا قيلونا، عفونا خلونا نبني بلادنا، خلونا نبني بلادنا، ما عندكم ما تديروا معانا، ثم جايين سرقوا سرقتوا فيها بركة ما شبعتوش فيها. وداير درك هنا حاجة، تقعد تطولوا تقصروا مصيركم، مصير ولادكم كيما اللي درتوه لولاد الجايب صالح، اي نعم نفس المصير انتم راكم ديروا فيها ولا الحرام شوفوا كيفاش. الو القضية تاع الصحراء اليوم وحسب المعهد ستراتفور الدولي عن قريب سيفصل في هذه القضية، وأن أمريكا لا يساعدها أنه يبقى تبقى قضية الصحراء مطروحة ونزاع بين الجزائر والمغرب مطروح. وعلاش؟ الأمريكا ماشي عاجبين المغاربة ولا الجزائريين ولا مايح المغاربة ولا مايح الجزائريين ولا يحب توحيد صفوفنا، لا الأمريكان يشوف مصلحته، هل من مصلحته أن تكون مؤر التوتر في شمال إفريقيا وتزيد حرب في شمال إفريقيا؟ أبدا، خاصة مع ما حصل في أوكرانيا بين أوكرانيا وروسيا، وزيد ما حصل في غزة بين إسرائيل والفلسطينيين، لأنه في كل نزاعات هذو أمريكا تعرف، أمريكا تعرف في كل نزاعات، هذه قوة عظمى ما تقعدش تفرج. غدوة نزاع مسلح بين الجزائر والمغرب، أمريكا ستكون طرفا بهذا النزاع، لأنه المغرب حليف ما هوش صديق فقط، حليف الأمريكا، ولكن ما يساعدش أمريكا اليوم نزاعات أخرى فيها بركة. دونك وش دير؟ تستعمل الدبلوماسية، وقوة أمريكا تستعملها توظفها في الدبلوماسية، قال ما عجبش الحال نضربك، فوي وش دير؟ فوي فوق تضربه ولي يضربه، كما يحكي اليوم واحد يقول لي اللي صار بين الجزائر والمغرب صار شغل واحد عنده اخوه قوي وكبير وصعروك بوندي كان كلش يدير معاه يسكت عليه يخليه، والمغرب راه ينتهجد السياسه تاع ضرب عليه النح حتى نهار يجيه واحد ويعطيه للراس. هذا اللي راه صاير اليوم، الامريكان راح حاكمين مرغدوا لهم راسهم وما زالهم المشكل مع الامريكان لو والعصابة تحبط راسها ما عندهاش واش تقول، وان الشعب الجزائري ضد هذا النزاع وضد هذا التوتر وضد غلق الحدود، ناس تاع مغنيه
ماتوا بالشر. قال لك يا اخويا خلينا نخدموا على ارواحنا، مو عارفين الناس تبادل تجاري مع الوجدة مع المغاربة مع لا سمعت الناس زاد راهم معقبين من طرف العصابة، انتم تهربوا السلعة، وين شتو يهرب السلعة؟ خليه يعود اقتصاد مندمج انتيغراسيون ايكونوميك مغربين. لا بقى لا تهريب لعمار بوزوار، اللي يتباع في المغرب يتباع في الجزائر يتباع في الجزائر يتباع في المغرب يتباع في تونس يا ماشية. كان من حكايتنا ما نزيدوا روحوا اصحاب الشريعه عاقبوهم واصحاب بالساعه عاقبوهم، راكم تهربوا في المازوت وتهربوا في ليسونس ايه بس على بالك ما يتعوم على بحر من البترول والغاز. حسين مسعود حولوه لتبسع ويباتوا يعمروا في ليسونس ويباتوا لتونس، يزيد عاقب من اصحاب تبسع والشريعه، زيدوا غلقوا الحدود البريه بين تونس والجزائر. شي حد يتعالج القضايا شي حد يتعالج القضايا. دونك الشيء اللي راهو حاصل اليوم بين المغرب والجزائر، امريكا راح تحل المشكل هذا حبا من حب كارها من كاره، واللي راه ضد حل المشكل الا العصابه وازلامها اللي حابسين لا غالب عليهم هذوك ما يهضروش عليهم ما تعاندهمش، وبعدوا يعاودوا يدوروا ضد العصابه. شوف العصابه في موقع ضعف دوروا ضدها. الشعب الجزائري كامل باغي السلام ويحب الشعب المغربي والشعب المغربي يحب الشعب الجزائري، سمعت نحبوا بعضنا وماذا بنا الحدود مفتوحه وندخلوا ندخلوا خرجوا عند بعضنا كما راهي مع تونس وان شاء الله تولي ثلاث دول هذه نرجع كما قلنا في السبعينيات في السنوات السبعين كان قطار يمشي من الدار البيضاء لتونس مرورا بالجزائر، كانت بطولة تاع كرة القدم للنوادي البطلة في دول المغرب يشاركوا، كانت بطولة ثاني كأس الكؤوس كأس الأندية الفائزة بالكؤوس المغاربية، الألعاب المدرسية والجامعية المغاربية، يعني التلفزيون كان كل سبت يتوحدوا الثلاث تلفزيونات ويديروا برنامج واحد. ماش واحد الشيء كنا عايشين فيه. ملعب 5 جويليا دشن بمنتخب مغاربي في دورة جمعت لاسي ميلان منتخب بوكارست وفريق بالميراس البرازيلي. شوف كيفاش كنا اليوم قاطعين صلة الرحم يديروا في الفتنة يديروا هنا أولاد حرام. شكون يقطع صلة الرحم إلا ولد حرام؟ بصح كيقول ولاد حرام ها وعلاش؟ قلت عليه أبناء الزينة، كان الناس فيها يقول لك ولاد الحرام يعني أبناء الزينة، لا 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 لا، هذوك ضحايا المجتمع، ضحايا ثقافة اجتماعية، ضحايا مية حاجة تاع المجتمع، كيفاش تقول عليه ولد حرام هذاك؟ لا، ولد حرام اللي يرتكبوا الحرام، يقطعوا صلة الرحم، يظلموا لأنه الظلم حرام، يسرقوا لأنه السرقة حرام، يحقروا لأنه الحقرة حرام، ما تكبرش، ربي يقول لك ما تكبرش، يتكبروا على الشعب يحقروا في الشعب. بربي إن شاء الله الأمور هذه تكمل. ونشوف هذه دونك الصفعه راهي من الماريكان جايتهم على دروات، والصفعه اللي جاتهم على لاغوش من عند الروس صحابهم، ما كاش ما اقوى من ضربه صاحبك يعطيك وانت كنت منبطح عنده. نشوفوها هذه بعد الجينجل.